جيد ومتناهيه الصغر ايضا لانه فعلا مهمه جدا. لكن في الحقيقه كان توضيح السيد الرئيس ان ليس مع ان احنا بنهتم بالمشروعات الصغيره مش هنهتم بالمشروعات الكبيره، ده كان غايه في الاهميه. بالظبط، كان ممكن نوضح برضو ان احنا مش هنتخلى عن تمويل الشركات ايضا اللي عامله في السوق، لان كان ممكن البعض يفهم ان هذا التمويل يبقى احنا مركزين في المشروعات الصغيره ومعناها المشروعات الكبيره او الشركات الكبيره اللي تحصل على تمويل، وهذا يكون خطا. بل بالعكس، احنا لابد ان احنا نهتم بالنوعين من المشروعات في نفس الوقت، المشروعات الصغيره والمشروعات الكبرى ايضا، وجميع المشروعات التي تتقدم بدراسات جدوى منضبطه عشان تحصل على قروض من البنوك من اجل زياده الاستثمار. ان في النهايه احنا كل مشاكلنا تتحل من خلال زياده الاستثمارات سواء من الحكومه او من القطاع الخاص، وبالتاكيد القطاع الخاص هو اللي بيقوم بالاستثمارات لهدفها للربح اكثر من الحكومه. دكتور ايهاب، ارجو ان تبقى معنا. اتحول لدكتور رشاد عبد اللطيف، استاذ علم الاجتماع جامعه حلوان. دكتور رشاد، بنرحب بحضرتك معنا. و اهلا بيكم. يمكن بنقول انه يعني ما يحدث في مصر الان لم نعهده من قبل، يعني استراتيجيه للتنميه المستدامه زي الدول المتقدمه، بنتكلم في 14 سنه مقبله، استراتيجيه قابله للتنفيذ على ارض الواقع، بنودها معروفه ومحدده بمده واطار زمني، ابعاد مختلفه، وبياتي على راسها بعد المحور الاقتصادي المحور الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والشباب أيضا على رأسها. فحضرتك كيف قرأت هذه الاستراتيجية؟ أولا كل الشكر ليك وللسادة المشاهدين. أنا حللت هذا الموضوع من وجهة نظري كأخصائي اجتماعي وكمتخصص في الخدمة الاجتماعية، وأنا بقول سيادتك تابعت الخطاب واحدة كلمة كلمة ولقيت، وأنا حلله بطابع يمكن من الناحية الاجتماعية. أنا لقيت ان الرئيس ركز في اول استراتيجيه، ركز على كلمتين لابد ان نعيهم جيدا، كلمه البناء وكلمه المستقبل، كلمه البقاء، البناء والبقاء، البناء بعناصره والبقاء وكررها اكثر من مره فعلا يا دكتور. فدي الاستراتيجيه بتاعتنا، البناء والبقاء. طيب ايه عناصرها؟ انا لقيت الرئيس بيتكلم مر باربع رحم تعبيرات وشه، الحماس من اجل بناء مصر، والالم على من يشككون في قدرات مصر وانها قادره على الانجاز، والقوه حينما تحدث عن انه سوف نضرب بلاد من حديد على كل من يهدد امننا الوطني وعلى منظار الفساد، ثم في نهايه كلمته كان اكد على الامل والتفاؤل والبناء من خلال مشروعات بيقوم بها الشباب. بصراحه حينما بصيت لهذه الاستراتيجيه هطلع مجموعه من الاليات بلغت حوالي 30 اليه. الآلية الأولى، يمكن مش هقولهم كلهم طبعا، لكن هقدر أركز على جزء مهم جدا. الآلية الأولى لما تحدث عن الكهرباء وعن الغاز وعن الموانئ وعن المطارات وعن الفقر المائي، مشكلتها ملموسة، وشبكة الكباري. إذن عايز أقول ده إيه في الحتة دي، عاوز أقول إن إحنا نستطيع بعد ما كنا الكهرباء تقطع نصدر إلى الخارج، وعايز أقول لنا إن الموانئ والمطارات بتاعتنا سوف تكون آمنة، وكل من يشكك في قدرة مصر على حماية موانئها ومطاراتها احنا جاهزين ليهم وهنستطيع ان نردهم. عايز اقول لنا ان وكان باشاره جميله وقال مش هقول موقع فين عن الغاز، وان عندنا محطات حائمه، ودي تبشر بالخير ان الغاز سوف يتوفر، توفر بكثره بالنسبه للشعب المصري. ثم انتقل بعد كده لما اقول سيادتك في كلامه قال لابد ان احنا يعني نحافظ على مؤسسات الدوله ونحافظ على اداها، لان المحافظه على مؤسسات الدوله احنا كل واحد فينا يقعد كده اقول لك الدوله المؤسسه كذا، التعليم كذا، الصحه كذا، لكن لا يدرك ان هناك مليارات من الاموال تنفق في هذه الاشياء، وان تقاعس بعض المسؤولين هو الذي قد يسيء الى هذا المرفق. انا عايز اسال حضرتك يا دكتور سؤال، يعني في ناس، يعني خلينا نتكلم، ممكن ننتقد، نتكلم، ننقد نقد بناء بناء على يعني اسس وحقائق موجوده، لكن في ناس شغلتها ان هي فعلا طول الوقت انها تشكك من الحقائق، انها تهبط العزائم، او انها تنقد طول الوقت. يعني الناس بصراحه قاعده، كل واحد قاعد على الكنبه مثلا في بيته بيشرب حاجه، وقاعد مش بيعجبه، ما بيعجبوش اي حاجه في اي حاجه. يا فندم، ده يا فندم ارد عليه بكلمه الرئيس نفسه لما بدا قال لهم ايه؟ قال لهم لسه في وقت عشان نتعلم الديمقراطيه. شوف الكلمه بتاعته، احنا ما بدانا طريق الديمقراطيه لكن قدامنا وقت نتعلم في الديمقراطيه، وضرب مثال بمجلس مجلس النواب. قال احنا مجلس النواب بتيجي ناس من دول كتيره جدا فرحانه بيه،
وانا باكد على كلام الرئيس. طب. كون في بعض العيوب او الديفوهات دي مش معناها ان مجلس الشعب فاشل او غيره. بدايه شوف انا الكلمه بتاعته دي احنا لسه بنتعلم الديمقراطيه. وبعدين لما بتكلم عن الناس اللي احنا بيسمعهم مره واثنين وثلاثه وقال ان القانون هياخد مجراه ليه ولابد من احترامه. ان القانون حينما احنا نركز على اجراءات قانونيه لابد ان نعرف ان الاجراءات القانونيه ممكن توصلنا فين. وبالتالي كان بيقول يا جماعه القانون هياخد مجراه والديمقراطيه هتاخد مجراها. وقال هناك وكان واضح جدا في صعوبه في توفير اموال كتيره جدا للتعليم, في صعوبه في توفير علاج جيد, في صعوبه في اعطاء مصدر رزق للشباب, ولكن لم يكتفي بذلك وقال ان حدث التجاوزات وان التجاوزات دي احنا في معادله صعبه وان التجاوزات دي احنا هنتصدى ليها, وقال ان في ناس مظالمين. شوف كل الكلام ده انا لبسته من كلام الرئيس عشان من يسمعنا ايضا ان القياده حينما تكون مدركه تهتم بمحدودي الدخل وتكلم عنهم في البدايه فعلا وشدد على ده اكتر من يعني يكون انه يؤكد على هذا. اذا انا دي الحته بقول عليك انه اؤكد على الروح المعنويه للمصريين. طيب. وان لابد ان يكون المصريين وسيادتك اللي اكدت على هذا الكلام ان مش كل شيء احباط, لكن لابد ان احنا يكون في خطوط امل وفي رؤيه فيها كلها امل. من خلال هذه الرؤيه ممكن ان احنا وبشكل منظم ان نتعاون وان مؤسسات الاعلام تساعدنا في هذا لكي توضح هذه النقاط كلها. وقال عشان برضو نحافظ على الدوله المصريه في ناس عايزه تدمر الكلمتين اللي قالوا مراش البناء والبقاء, وما فيش حد هينال من مصر. ايقاف البناء ناس شغلتها ووظيفتها الاساسيه دلوقتي. ايقاف البناء لتدمير البقاء وشدد عليهم اكتر من ولا واكد على ان لابد ان نكون لحمه واحده. كتلة واحدة. ليه نكون كتلة واحدة؟ ده عشان نواجه الفساد ونواجه أي عناصر تهدد أمن واستقرار المجتمع. وفتح يدير الشباب حينما قال للشباب إحنا مش ناسينكم, أنتم ممثلين في البرلمان وهتمثلوا في المحافظين وهتمثلوا مع الرئاسة وهتمثلوا في كافة مؤسسات الدولة. أليس هذا كله كلام يؤكد على أن استراتيجية 2030 أو 2030 استراتيجية تقوم على جناحين مهمين, جناح البناء بالشباب وحماس الشباب وقوة الشباب وعناصر البقاء, ان احنا نحافظ على مؤسساتنا ونواجه التكتل ونشوف الدول اللي حوالينا. قال لهم بصوا على حوالينا شكلنا ايه, شوف منظر مصر دلوقتي ايه ومنظر الدول اللي حوالينا ايه. ده هو البقاء اللي بيقول الرئيس, بيقول بصوا بلدكم عشان نقدر نخطط لبكره. نعم. مش عشان ناكل لقمه النهارده. بالظبط. دكتور رشاد عبد اللطيف استاذ علم الاجتماع جامعه حلوان, ارجو ان تبقى معنا. تحول الاستاذ ناصر حسين الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصاديه. استاذ ناصر, استراتيجيه التنميه المستدامه رؤيه مصر 2030 رؤيه للامل, رؤيه للمستقبل بناء على ما تم تحقيقه بالفعل على أرض الواقع في سنة ونص من قناة السويس الجديدة وحل مشكلات الطاقة في الكهرباء والغاز, فحضرتك كيف قرأت بنود أو محاور هذه الاستراتيجية؟ أنا بداية أرحب بالمشاهدين وبك طبعا. شكرا. وانا اريد ان اتحدث عن الاستراتيجيه والمستقبل والخطط, لان الدول المتقدمه دائما تضع لنفسها استراتيجيه وخطه, لكن الاهم ان نلتزم بهذه الاستراتيجيه وبهذه الخطه. دائما نقول ان مصر دائما تحتاج الى مخطط, الى مدير اكثر من احتياجها الى رئاسه او زعامه. هي تحتاج دائما الى التدبير والتخطيط, وبالتالي نحن امام وثيقة ترسم المستقبل لنحو 14 عاما مقبلة وتتقابل مع الوضع الاجتماعي ومع الشباب, لأن معظم اقتصادات العالم وقودها دائما الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وهي التي أثبتت نجاحها في معظم دول العالم. الاستراتيجية الجديدة 2030 بنيت على تجارب دولية تحققت في هذه الدول التنمية المستدامة, مثلا الهند, الإمارات, وزامبيا, والكويت, وتركيا, وسنغافورة, ماليزيا, كلها اعتمدت بفضل إرادة شعوبها طبعا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المهم في هذه المشروعات أن يكون هناك تمويل, وهو التأكيد الذي قام به محافظ البنك المركزي طارق عامر طبعا, وكان هناك مداعبات في القاعة, لكن لأن الآن الوضع يعني بمختص بأزمة الدولار أو كذا, لكن نحن نتحدث عن المستقبل. المستقبل الآن التمويل موجود, يجب على الشباب أن يؤمن بهذه المبادئ
وأن يحاكي نفس الشباب المتقدم في الدول الأخرى، لأن هذه الاستراتيجية لم تبنى هباء، هي بدأت فيها وزارة التخطيط من عام 2014، استمرت لمدة عام ونصف بمشاركة طبعا من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكلهم ساهموا بشكل كبير في إعداد هذه الاستراتيجية. المهم ما نؤكد عليه وأكد عليه بعض ضيوفك أيضا هو المتابعة، المراقبة، تصحيح المسار بشكل الدوري والفعال، التركيز دائما أن يكون على إمكانات مصر الحقيقية وعلى الميزة التنافسية، والتمكين أيضا لتكون مصر لاعبا في البيئة الدولية. طبعا نكون نتحدث عن 2030، وهذا هو مستقبل مصر ومستقبل الشباب المصري. أعتقد أن الاستراتيجية ليست طويلة المدى إذا فتناها بالاقتصاديات العالمية الأخرى، المهم فيها أن يكون هناك تحديات نواجهها: إدارة الفساد، إهدار الموارد المالية والبشرية، التضخم في الجهاز الحكومي، طبعا ضعف قطاع التعليم، ويجب أن يكون التعليم منظومة صحية، الأمن القومي والمرأة، كل هذه مشاكل مصر. المهم أن يكون هناك التزام وإيمان بهذه الاستراتيجية لتحقيقها على أرض الواقع المستقبل، وهذا هو الأهم. هو ده الأهم. أستاذ ناصر حسين الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية، بنشكر حضرتك جدا على المشاركة معنا. أتحول مرة أخرى لدكتور شاد عبد اللطيف، أستاذ علم الاجتماع جامعة حلوان، وإحنا بنتكلم عن أنه الدور الأكبر يا دكتور شاد للشباب، وإزاي إعادة خريطة التمويل للمشروعات الشبابية، وزي ما شفنا استعراض وزير الشباب مهندس خالد عبد العزيز أيضا للأنشطة اللي بيتم عملها للشباب وما إلى ذلك، تعليق حضرتك عليها في ظل إحباط كتير من الشباب على الرغم من يعني الآن اللي بيتم تخطيطه ليهم من المشروعات. أكد مرة ثانية، وأنا شاكر لسيادتك السؤال الجيد ده، لأن ده سؤال مهم جدا وبهم القطاع الشبابي بشكل عندنا. احنا عندنا مصر دي 60% منها شباب، غير أي دول تانية فيها نسبة الشباب 10 ولا 3، احنا نسبة الشباب ما شاء الله ربنا يبارك فيهم. وهقول لهم حاجة واحدة باعتباري برضو أخصائي اجتماعي وخدمة اجتماعية، بقول له الرئيس وقف قدام كلمة واحدة قال لهم ايه؟ انتوا حاسين، بقول العبارة بتاعته، هل انتوا حاسين بجد ان احنا بنسعى من اجلكم؟ الكلمة دي لما قالها قلت ان الرئيس عايز يخش في عمق الشباب. وبعدين بعدها ليه قال هناك مشاريع في مصر فيها 2 مليون شاب، وضرب مثال بان بناء 400,000 شقة ب60 مليار اجور ومرتبات، ولما عرض عليه وزير الاسكان استعان لبعض العمالة الاجنبية قالوا لا، العمالة المصرية الشباب من الشباب من العمالة المصرية يتم تدريبهم. وعارضين ده بيوفر فرص، وتقريبا بداية المرتبات بتكون من 1200 جنيه تقريبا و4000 جنيه للمتخصصين. وقال له ايه وقال ايه كما تخطابه للشباب، بقول لهم لازم نعرف ان كلنا واحد ودي بلدنا وانتوا اولادنا. الكلام ده انا بقوله ليه؟ لاني انا اب وعارف شعور الابن لما يلاقي ابوه بيكلمه وعارف انه متضايق او زعلان. وبعدين قال له ايه؟ قال لهم اللي اتعمل في 18 شهر اللي اتعمل في السنة ونص دول كان هيتعمل في 20 سنة. طبعا ده عايز اقول ايه؟ ان الشباب وتحدي الشباب والشخصية المصرية قوية. وضرب مثال بمحمد علي والثورة العلمية اللي احنا بندرسها لطلابنا سنة 1905، قال لهم ده لما عمل الثورة الحكم مصر 45 سنة، لما عمل جيش قعد 11 سنة. عايز اقول ان احنا لا نتهور ولا نستعجل، ولكن نبدأ نشوف القيادة تعمل ايه، والقيادة صح. مش ناسياكم، والقيادة صح. جنبيكم، ومفيش حاجة بتكون في يوم وليلة، ومفيش حاجة بتكون في يوم وليلة. وقال كل الصناعات، كل شيء من اول عربية الرملة لغاية اخر جزئية في البناء دي بتقوم على اكتاف الشباب وعراسة الشباب، ولابد ان تكون مصرية 100%. دكتور رشاد عبد اللطيف، عذرا دهمنا الوقت. دكتور رشاد عبد اللطيف استاذ علم الاجتماع جامعه حلوان، كل الشكر لحضرتك. وننتقل الان لنقل وقائع افتتاح مشروع شرق بورسعيد، فالى هناك.